السلام عليكم خوتي، معكم نريمان من قناة أيا أسيل تي في. نتمنى إن شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جيتكم بوصفة جديدة ديفيرون شوية على الوصفات اللي موالفين نطيبوهم ونديروهم. حبيت اليوم عندي لكم هاد الوصفات تاع كيفاش نطيبو بلول ولا جبار بشنا ولا مايز على حساب لا ريجون، كل واحد كيفاش يسميها. هذا هو اللي ما يعرفوش، هذا هو فوالا. اليوم راح نوريكم الطريقة كيفاش انا راحين نخدموه في الدار. نبداو بسم الله. خميامور انا راحين نقشرو هذا الميز تاعنا كيما راكم تشوفوا. هاولي كان نحيط له القشور، دوك نقشرو هذا قدامكم باش هكا تعرفوا. فوالا هاوليك يتنحى فاسيلمون. خلاص راني كملت دوكا قشرت هذاك المايس تاعي، يعني رايحه نحطو يطيب فوق النار. لهنا انا لهنا نستعمل طابونه، حطيت له هاد لاغري هاديه باش تعاونني في الطياب، وديريكتومون نحطو فوق النار. كيما انا لهنا راني رايحه نحرك عليه بيدي، والناس اللي يخافوا ولا ما يحملوش النار بزاف يقدروا يستعملوا فورشيطه. فوالا دوكا انا نخليه فوق النار. كي تسمعيه بلي الميز تاعك راهو بدا يطيخ، تما اللي تعرفي بلي راهو بدا يطيخ. فوالا هاكو تسمعوا هاو يتقطر. فوالا هاكو تشوفوا. فوالا هذا هو. دوك انا نكمل نطرطقهم كامل ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم. هامليك انا لهنا راني كملت طيابهم. دوكا واش ديروا ديريكتومون حكموا ريسيبيون ولا كاش باسينه ولا فيها الماء والملح، وديريكتومون حطوهم فيها. هامليك لهنا حبيت برك نعطيكم هذه الملاحظه هذه باش تنجحي في المايز تاعك. انا لهنا نحب نقول مايز باش كامل الناس يفهموا شاني نهضر. شريو هذاك المايز اللي يكون ابيض، هاوليك شغل اخضر تكون حبه مازالها ماهيش طايبه مليح. هاوليك فوالا نخليوه مده قليله برك في الماء والملح باش يتشرب الملح، ومن بعد نعاودو نرجعوه فوق النار. هذه هي نحوس كيفاش ندخل هذاك الملح. راني كملت دوكا خليتهم في الماء والملح كيما قلت لكم. دوكا واش ندير، ننفضهم شويه من هذاك الماء هكذا، تسيين ننفضهم شويه وديريكتومون نرجعهم فوق النار. لهنا كي نرجعهم فوق النار نمشي نعاود نطيبهم ابان ينشفوا لي، نشفهم هكا من الماء تاعهم. دوكا انا نكمل هذه الخطوه هذيا ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم. هاولي كيما يستعنا بعد ما كملناه كيما راكم تشوفوا سهل بسيط، خدمناه في الدار ويعطي نتيجة بزاف روعة. يجينا طري ما شاء الله، ريحته تاني الله يبارك، لا غير حاجة بزاف شابة. ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم هاد الوصفة وتخدموها لاولادكم سوفتو في الصيف. حنا كامل نحبو ناكلو العفايس هادوما، نخدموه لهم في الدار، خدموها في الدار. ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم. ودوكا ما بقى لي غير نقول لكم الى عجبتكم هذه الوصفه هذه ما تنساوش تشجعوني بلايك جام وابوني للقناه باش هكا يوصلكم كامل الجديد اللي راني رايحه نديرهم لكم ان شاء الله. انا خليكم على خير حبايبي، تهلاو في رواحكم مع فيديو واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم.